الامر الاخر سفاره فرنسيه طيب نتوما فرنسا هذه دخلتكم لكم داخله درب الدرك وتدرب الشرطه وتدرب عناصر المخابرات ومخابراتها ساكنه في الجزائر وساكنه في عده مدن وساكنه في عده جهات ورئيس جيوشها كان عندكم وكان شفنا عشان نقريحك الشامبيط واقف قدامه هو يوقع الى اخره وراكم رايحين تبعثوا الجيش الجزائري قاتل في مالي وعندها بواخرها وعندها طائرات هنا شفنا الطائره تاعهم اللي سقطت في 2006 2006 سقطت في الجزائر وهي تقاتل في المعارضه التشاديه وبوتفليقه راه كان يروح يقعد ثم 88 يوم وتبون الان كون ما يكلموش ماكرون كل سمانه يقول لك ماكرون ماكر ويفرح يفرح قالك تقول السلام عليكم يقول لك كلمني على بالك بلي كلمني ماكرون يفرح بزاف ويجيبوها في القنوات وفي الجرائد آه الرئيس الفرنسي آه سيد الرئيس الجمهورية تلقى مكالمة من الرئيس الفرنسي ويجيبوها ويكبروها حتى أن ماكرو يتكلم عليه الشجاع بالمناسبة اليوم في آه في البيان الفرنسي تاع ليليزي قال لك وكان دريس دبي رجل شجاع أنا قلت هذه رجل شجاع إذا كثر على تبوني بربما يلقى نفس مصير دريس دبي يعني بلاك برك ما يكفرلوش عليها تبون ماكرون ماكرون قالها لنا على تبون في نوفمبر الماضي انه رئيس شجاع وانه سيدعم المرحله الانتقاليه ماكرون دخلوا في اشياء كثيره عندهم مطار الجزائر مثلا تبع ليهم اشياء متعلقه باللاكاردي دون ديتي كذا تديرها شركات فرنسيه شركات الماء تديرها فرنسيه شركات القطارات هذه فرنسيه واقل شيء قبل أربع سنوات قالوا أن هناك أربعمائة وستين شركة فرنسية في الجزائر وقبل أربع سنوات وقعوا معهم سبعة وثلاثين أو ستة وثلاثين اتفاقية مست كل شيء بما فيها التعليم بما فيها التعليم العالي بما فيها يعني أن فرنسا متغلغلة داخل ما يسمى بالسلطة وأجهزة السلطة ومراكز السلطة ومخابرات السلطة إلى حدود غير مقبولة وغير مسبوقة وغير محدودة تجي يولي كاين مشكلة هذا إذا صدقناكم أنه صحيح إذا صدقنا أن الفيرسيون تاعكم أنه واش قلتوه صحيح أن عبارة عن 6000 أورو أو آلاف أورو قدموها لهذه الجمعية باش ينشئوا فيلم على الحراك تصبح كارثة يعني كي شعبي جمعية شعبية تدي 6000 أورو على فرنسا كارثة كي ما تسلموا البلاد لفرنسا مش كارثة كي نتوما رايحين تسلموا الجيش لفرنسا مش كارثه كي نتوما مسلمين المطار ومسلمين شركات متعدده مش كارثه كي نتوما ولادكم ونساكم وحساباتكم في فرنسا مش كارثه كي شفيق شنقريحه راه في فرنسا ولد ال... ولد طالب وفي نفس الوقت ياخذ في سالير تاع اتاشي اتاشي ميليتير مش مشكله لكن جمعيه شعبيه ولات مشكله، أنا ضد التمويل الخارجي، حتى لو كان يعطوك الفرنسيس عشره دور ما تديهاش، أنا رأيي، أو الأتراك أو القطريين أو الأمريكان أو الصينيين أو الروس، أنا في رأيي ما تديش حتى عشره دور ما تديهاش، عشره فراك ما تديهاش، أيا كان، لكن، سؤال هو هذا، سؤال هو هذا، إذا كنتم أنتم، عفوا إخواني إذا كنتم أنتم. تتصرفوا بكل هذه الطريقه ومسلمين البلاد لفرنسا حلال عليكم ويولي حرام على الاخرين يعطوهم غرام هذه مشكله هذه مشكله بصح علاش حتى من 2012 حتى 2021 لماذا هل هناك علاقه هل هناك صراع ما بين جناح تركي وجناح فرنسي ما بين جناح تركي وجناح اماراتي فرنسي في, في السلطه مؤكد هل هذا هو رد الجناح القريب من الاتراك على الاماراتيين والفرنسيين اللي راحوا خرجوا كذبه وبهتان ان رشاد التقت بالمسؤولين اتراك في انطاليا وفي اسطنبول كما قالوا هل هذا رد ممكن ممكن اما ان القضيه ليس هنا فقط القضيه هي هذه ما حدث في العشر ايام الماضيه عندما رفض الفرنسيون القدوم ومن بعد خرج النظام الجزائري قال لك راح يجيبونا جايين زوج بعد زوج عباد ولا ثلاثه قلنا لهم اقعدوا ثم ومن بعد ردوا عليهم بوزير الجعبوب هذا قال العدو التقليدي والابدي ومن بعد الفرنسيس عاودوا ردوا عليهم من جهه اخرى ومن بعد الجيوش تاع الجيش الفرنسي ما كانش مشكل كان موجود سنيال وشي ما يريد يعني هل 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 هناك حاجه هكذا نتاع نتاع انفونتياج كما يقال نتاع صبيانيات ما بين الجماعه اللي شافوا ان كان فرنسا ما ساعدتهمش كما يجب تبون أصحابه اما ان هذا الموضوع يرجع الى الملف ملف الرهبان ملف الرهبان واخراجه من جديد عن طريق لفيغارو واشاره مباشره الى الذين كانوا مسؤولين انذاك في هنا اشاره مباشره لتوفيق وجناحه والجنرالات نتاعو اللي راهم يعودون بقوه ويطلق سراحهم والان عندهم نفوذ هل ها القضيه هنا بالتاكيد ان قضيه الجمعيه هذه هي فقط في الحقيقه محاوله لشيطنه الحراك ربطوا بفرنسا اربط رشاد بتركيا اربط هذه الجمعيه بفرنسا غدوه اربط مانيش عارف شكون بقطر بعد غدوه اربط مانيش عارف شكون بالمغرب بعد الاخر منش عارف منش عارف شكون بامريكا بعد وهكذا بمعنى ان هذا الحراك هو حراك تاع خارجيه هذا اللي يحب يبقى تاع خارجيه تع خارجيه في حين ان الاتراك هما اليوم ثاني اكبر تاجر مع الجزائريين مع النظام الجزائري هو التجاره مع العصابات مع الحكام ابنائهم اصحابهم اصحاب الشركات اللي ثم تتهم رشاد اللي عندها مبدأ مقدس وهو لا تلتقي أي جهة خارجية رسمية تحت أي ظرف كان وتحت أي مبرر كان أو هذه الجمعية الصغيرة تعباب الوات اللي هي في الحقيقة تدير شوية خدمة للشباب الضايع مئات الألاف من الشباب ضايعين غير في العاصمة ما نحكيش على الجزائر ككل الجزائر ككل ملايين الشباب ضايعين اذا كما قلت عنده هذا الموضوع عنده عده وجوه عنده وجوه وجه من الوجوه هو شيطنه الحراك باظهار ان هناك تدخلات خارجيه مرات تركيه مرات فرنساويه مرات كذا مرات مغربيه مرات ما في كل مره ومن جهه اخرى خصومه ما بين النظام القائم الاجنحه المتعدده فيه ما بين لي برو ترك ولي برو امارات اماراتي وفرنساويين شفتوا بلاك راكم شفتوا اول امس قناه الشروق دايره مع السفيره التركيه الخبر تهاجم تركيا الشروق تروح تشيت للترك يعني عندهم دائما دو فير او فو كما يقول البروفيرب الفرنساوي قطعتين من الحديد في النار يعني يضرب هاك ولا هاك كالعاده جدار مرابط وجدار من جهة يكونوا ملاح مع الأتراك لهم الشروق يقدموا تركيا جميلة لآخر ومن جهة يعطوا الخبر تسب باش الحراك. الحرك ولكن في نفس الوقت اليوم يجيبوا هذه وباب الواد ويربطوه بالفرنسيس في الحقيقة كان موضوع آخر هو أيضاً لكن على السريع و وهو أن هناك صحفي أيضاً هذا رابح كراش ربح كراش صحفي في ليبرتي تم اعتقاله قبل ايام في تمرست قبل ثلاثة ايام الأربع ايام راه مباشره حطوه في الحبس كتب ما قال فقط مسكين مراسلهم من تمرست كتب ما قال راهو في الحبس هل يزيدوا يربطوه ايضا بفرنسا ام لان ليبرتي تابع الربراب وربراب تابع التوفيق والصراع اليوم راه موجود من جهه شنقريحه تبون ضد جماعه نزار توفيق خلوطه خلوطة المؤكد هو أننا أمام عصابة حقيقية أننا أمام عصابة حقيقية تستعمل كل الأدوات القادرة لشيطنة الحراك وفي نفس الوقت تتصارع فيما بيناتها تتصارع فيما بيناتها وتريد في النهاية تمشي بنا للفوضى راهي في النهاية تمشي بنا للفوضى علاقاتها قوية كاين جناح علاقته قويه جدا بتركيا كاين جناح علاقته قويه جدا بفرنسا والامارات لانهم نفس الطرف وهذا الجناحين يقدروا يتضاربوا ويدفعوا الثمن الجزائريين يشيطنوا رشادي الشيطان هالك منا هذه الجمعيه شيطانها منا غدا ما نش عارفين شنو الجمعيه والجهل اللي ايضا هذا هو العبث عبث حقيقي تقوم به المخابرات الارهابيه والمافيا العسكريه مشكلة هذه المافيا مشكلة في حوالي 30 جنرال. دائما يقولون أن هناك اليوم أكثر من 500 جنرال. المشكلة الكبرى في حدود 30 جنرال. وطبعا بعض مساعديهم يعني. آه هذه هي المشكلة الحقيقية في البلاد. وهذه 30 جنرال اليوم يعبثوا بالبلاد ويتوجهوا بها إلى مخاطر حقيقية، خاصة مع إمكانية فتح المجال لصراع أجنبي على الأرض الجزائرية. ادخال العنصر التركي في هذه القضيه هما يعرفوا مش صحيحه ثم يدخل العنصر الفرنسي اللي ربما مش صحيح او ما عندوش معنى لانك تعرفهم من 2012 وبعدين هما حاطين 130 مليون في البنك الجزائري الخارجي معناها ما مدوها لهمش في السر وبعدين انت اذا عندك قانون يمنع التمويل الاجنبي علاش ما طبقتوش من 2012 او 2013 او 14 او 15 علاش طبقوا اليوم هذا عبث وهذا صراع اجنحه واحد مرتبط بالاتراك واحد مرتبط بالاماراتيين والفرنسيس والاخر مانيش عارف باش مرتبط وهكذا هذا عبث بالبلاد في حين الناس جوع الاسعار ترتفع اليوم جايبين في البروباغندا نتاعهم اطمئنوا انه الاسعار الاسبوع القادم راح تكون افضل اطمئنوا انه رانا جايبين اللحم اسبانيا اطمنوا انه رانا جايبين الزيت من اسبانيا ولا مانيش عارف من ايطاليا على ما جبتوش قبل غوفيرني سي ان تحكم يعني ان تتوقع على ما شفتوش الاشياء هذه من قبل مش كنتوا تقولوا بان الاسواق طيبه وعندنا الصولد والاسعار ستنخفض وهذا العام الكاشر طيف على الاسعار والبطاطا ما تفوش 6000 ولا ألاف علاش وصلت فاتت ألاف؟ لانكم فشلوا ورديئين والاخطر من ذلك انكم كذابين كذابين بلا حدود كذابين طول الوقت